إن شاء الله النهاردة هناخد الحلقة التانية في سلسلة السيريال كوميونيكيشن في حالة توصيل المايكرو كنترولرز مع بعض باستخدام بروتوكول UART. إن شاء الله النهاردة برضو هناخد إزاي أوصل سنسور سواء مقاومة متغيرة أو حساس الحرارة LM35 بأحد المتحكمات ويتم إرسال القيمة للمتحكم التاني ويتم عرض القيمة على LCD. فتابعونا. اخدنا في بروتوكول اليو ارت عموما ان انا عندي اتنين ديفايس الاتنين بيشتغلوا بنفس التغذيه بنفس اللوجيك ليفل عندي توصيل تي اكس هنا بالار اكس مباشره والار اكس هنا بالتي اكس مباشره ما انساش اوصل جراوند بالجراوند. تعال نشوف الدايره اللي هنشتغلها. الدايره عندي اتنين مايكرو كنترولر دي التوصيلات الاساسيه لكل واحده فيهم بيتم التوصيل الاتنين عن طريق بروتوكول يو ارت. بوصل سي 6 اللي هي تي اكس ب سي 7 اللي هي ار اكس بالمايكرو كنترولر الثاني بوصل تي اكس اللي هي سي 6 بالمايكرو كنترولر الثاني ب ار سي 7 اللي هي تي اكس بالمايكرو كنترولر الاول. وما انساش في التوصيل العملي لازم اوصل الجراوند اللي هنا بالجراوند اللي هنا عشان الدايره تشتغل. عندنا هنا مقاومه متغيره انالوج سنسور بوصله على اي زيرو هنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حاطط فولتميتر عشان اقيس الفولت هنا وبعرض القيمه على ال سي دي والال سي دي التوصيلات بتاعتها ايه متوصله بالمايكرو كنترولر الثاني. نعمل ران بيديني رساله ترحيبيه ويلكم في الاول بعد كده بيقول لي الفولتج وبيدينا القيمه مباشره 2.5. نزوم هنا لو احنا رفعنا القيمه كده 2.6 هنلاقيها 2.6 هنا لو رفعنا القيمه فوق كده فعلا هنا 4.5% 4.5% نصغر هنا تقريبا 85% فعلا هنا 85% ما انساش مضروبه في 10 اس سالب كام اس سالب 1 اللي هي 85% فولت طبعا هنا. ودي كانت عندي الدايره ببساطه. المايكرو كنترولر الاول هيقرا من الانالوج سنسور ويرسل القيمه للمايكرو كنترولر الثاني ويعرضها على ال سي دي. يبقى المايكرو كنترولر الاول مجرد ان هو بيعمل سنت فقط والمايكرو كنترولر الثاني بيعمل ريسيف فقط. بمعنى ان انا التي اكس هنا لازم تتوصل بالار اكس لكن مش شرط ان انا اوصل الار اكس هنا بالتي اكس لان الاول بس هو اللي هيبعت للثاني اما الثاني مش هيبعت حاجه للاول. يعني التي اكس اللي هنا دي اللون الازرق هتوصل بالار اكس بس. لو انا مسكت ده دليته عملنا ستوب طبعا عشان ادليته لو دليته كده بعد ما مسحناه هنعمل ران هنلاقى هنا 85% هنلاقي برضو القيمه بتتعرض اهو 8.5 في اي اس سالب مين 1 فولت. يعني انت بتعمل سنت من المايكرو كنترولر الاول للمايكرو كنترولر الثاني فقط. فالاول شغال سنت او مجرد ان هو شغال تي اكس الثاني مجرد ان هو يستقبل ار اكس فقط. فعشان كده انا لغيت مين الخط الثاني مفيش مشكله. لكن لو هيتم ارسال قيمه من المايكرو كنترولر الثاني للاول لازم ان انا الخط الثاني يبقى واصل. انا رجعته ثاني طبعا عشان نبقى فاهمين المفهوم العام. هروح للكود بتاع السنتر عندي او المايكرو كنترولر الخاص بعمليه السنت. هيبقى عندي كودين كود خاص بالمايكرو كنترول الاول الخاص بالسنت وكود تاني خاص بالمايكرو كنترول التاني الخاص بالريسيف. قبل ما نشرح الكود الخاص بالسنت عندنا دي المقاومه المتغيره زي ما انتم شايفين بوصل هنا ال 5 فولت وهنا الارضي. الطرف الثالث بوصله بمين بالانالوج بين اللي هي ايزي. ادي الثلاث اطراف الاول 5 فولت الاخير هنا ارضي الطرف النص بيبقى انالوج انبوت للمايكرو كنترولر. الخارج هنا على الاي زيرو اللي طالع من المقاومه المتغيره اللي هيروح لاي زيرو دايما من زيرو ل 5 فولت لان التغذيه من زيرو ل 5. فبالتالي المايكرو كنترولر هيقرا عندي قيمه ديجيتال من 0 ل 23 وشرحنا الكلام ده تكرارا ومرارا في فيديوهات قبل كده. اما القيمه الانالوج اللي انا المفروض اقراها اللي هي من 0 ل 5 ففي المايكرو كنترولر اتحولت لديجيتال. طبيعي مش هطلع لليوزر قيمه ديجيتال لازم اطلع له قيمه انالوج زي ما هي جايه من السنسور. فعشان احولها الانالوج برجع تاني للسكيل اللي هو من 0 ل 5. القيمه دي او المتغير ده بكتبه في المايكرو كنترولر المايكرو كنترولر بيحسبه مباشره بيطلع القيمه هنا الديجيتال. انا عايز القيمه الانالوج اللي اسمها فولت طبعا متوصل على ايزي. بعمل ايه؟ بضرب طرفين في وسطين ومنفذ المعادله دي وفي الاخر بيطلع لي فولت بيساوي ايه الفاليو في 5 على 1023 والفولت ده بيبقى متغير بعرفه فلوت لان وارد يكون القيمه اللي جايه بالفولت 1.5 يبقى فيها كسر فلازم يتعرف فلوت. طول ما هو فلوت لازم اكتب مع اي رقم في المعادله دوت 0 دوت 0 طبعا الوحده اللي هتطلع بالفولت. وطول ما السكيل عندي الانالوج من 0 ل 5 هيبقى عندي المايكرو كنترولر اصلا ليه 0 فاعتبر ان ده 0 بتاع المايكرو كنترولر الزيرو بتاع المايكرو كنترولر اللي هو الفي اس اس وبعتبره الفي ريفرنس سيل. وال5 فولت عندي هي نفس ال5 فولت بتاعه المايكرو كنترولر فبعتبرها الفي دي دي بتاعه المايكرو كنترولر وبسميها في ريفرنس مود. في ريفرنس سالب هنا دي مش معناها ان القيمه هنا سالبه لا معناها المينيمم عندي. يبقى المينيمم 0 والماكسيمم 5. فعشان كده اروح اظبط ريجستر اسمه ادكون 1 ريجستر اللي هم اول 4 بتس ناحيه اليمين. فانا عايز الفي دي دي بتاعت المايكرو كنترولر والفي اس اس بتاعت المايكرو كنترولر. ده اول سؤال اساله. السنسور بتاعي هيشتغل من 0 ل 5 هيبقى يستخدم من 0 وال 5 بتاعت المايكرو كنترولر كريفرنس. اروح للجدول ادور على الفي اس اس والفي دي دي. فانا لما دورت عليهم في الجدول طلع الاسطر اللي قدامنا دي اللي هي الفي ريفرنس في اس اس في ريفرنس موجب في دي دي. هيبقى عندي ما يقرب من 5 اختيارات تختار بين الخمسه دول براحتك بناء على ايه؟ بناء على عدد البنات الانالوج اللي انت محتاجها. انت محتاج ال 8 تشانل يشتغلوا ك 8 انالوج
يبقى خد الاختيار الاول. انت عايز اول المجموعه دي تبقى انالوج والباقي ديجيتال، خد الاختيار ده. نفس النظام هنا، في دي دي اللي هو في ريفرنس موجب، في اس اس اللي هو الفي ريفرنس سيت. لو انت عايز مجموعه من الاختيارات بين الانالوج والديجيتال هتشوف انت عايز ايه. طبعا انا عندي هنا على A0 بس اللي هشغل عليها السنسور، يبقى A0 هي اللي هيبقى عليها ايه؟ انالوج، والباقي كله هعتبره ايه؟ ديجيتال، مفيش مشكله. تمام، يبقى اروح في الكود بتاعي اظبط الريجستر ده بالقيم اللي انت محتاجها. عندي خمس احتمالات هنا، يبقى تختار الاحتمال بناء على انهي انالوج انت محتاجها تبقى انالوج والباقي يبقى ديجيتال بناء على متطلبات المشروع عندك. لو رحنا للكود، اول حاجه بعرف متغير اسمه ADC underscore value، ده متغير هعرفه unsigned end، هيستقبل القيمه الديجيتال عندي، لان القيمه الديجيتال رينج بتاعها من 0 ل 23، فما ينفعش يبقى كاركتر، كاركتر اخره 225، وانا بقول الماكسيمم 1023، يبقى لازم يبقى ان. بعرف متغير تاني اسمه فولت من نوع فلوت، لان ده هاخد فيه الفولت. طبعا عشان ارسل القيمه عن طريق اليو ارت، معروف في السيريال كوميونيكيشن لا يتم ارسال الا تكست، اي قيمه عندي ما ينفعش ارسلها، لازم احولها لتكست لو. فبستخدم متغير تاني اسمه فولت اندرسكور تكست، ده عباره عن اري، عباره عن 15 بايت من نوع كاركتر، ولازم يبقى التعريف هنا كاركتر اجباري عشان انا هرسل تكست. عشان اشغل الانالوج عندي او الاي دي سي اندرسكور انيت، ده بيعمل انشلايزيشن للاي دي سي، وعندي كمان ايه الاركون واحد هخليها بزيرو، خليتها بزيرو الريجستر كله بزيرو، يعني الاربع بيتس ناحيه اليمين زيرو، يعني هخلي كل البنات انالوج براحتك. او ممكن تستخدم الاختيار الاخير اخلي اي زيرو بس انالوج والباقي ديجيتال، اكتب هنا ايه ثلاث وحدات زيرو، يبقى بدل زيرو دي في الكود تيجي ايه تكتب 0 بي 4 زيروس او الاربع بت ناحيه الشمال، بعد كده اكتب ثلاث وحدات زيرو اللي هو الاختيار الاخير زي ما احنا شايفين هنا ثلاث وحدات زيرو ناحيه اليمين. طبعا انا مش عايز الاختيار ده، انا عايز زيرو بس اللي هو كلهم يبقوا انل. ما انساش انت شغال على اي زيرو لازم تعرفه كام. هشتغل على السيريال، هرسل داتا من مايكرو كنترولر للتاني باستخدام اليو ارت، ما انساش اعمل انيشاليزيشن، وما انساش البود ريت 9600 اللي هحطه هنا هحطه في الكود التاني. هروح اقرا القيمه الانالوج باستخدام المايكرو كنترولر عندي، هقول اي دي سي اندرسكور ريد، البن عندي اللي انا موصل اسمها اي زيرو، بحط زيرو هنا، بحطها في المتغير اللي اسمه ايه اي دي سي اندرسكور فاليو اللي هو من نوعه ايه انسايند ايد. باخد التغير ده اللي احنا حصلنا عليه بالقيمه الديجيتال، اضربها في 5 واقسمها على 1023 عشان يطلع لي القيمه بالفولت. الفولت اللي طالع ده قيمه انا عايز ارسله كتكست للمايكرو كنترولر الثاني، فبقول فلوت تو سترينج، يعني المتغير ده فلوت اصلا اهو، بقول فلوت تو سترينج عشان فلوت عايز احوله لسترينج. افتح قوسين، المتغير القديم اللي انت عايز تحوله، المتغير الجديد اللي انت عايز تحط فيه القيمه تكست بعد تحويلها، القيمه التكست بعد تحويلها، وقلنا ده بيبقى اري، واقول يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست، وارسل التكست بتاع القيمه اللي هو المتغير اللي هنا ده وليس الفولت. انا عايز ارسل بعد القيمه، لو لاحظتوا هنا لو كبرنا شويه كده هيطلع لي ادي القيمه زي ما انتم شفتوا فلوت في مسافه في، فدي القيمه اتحولت لتكست. اوكي، مسافه في دي هطبعها في سطر جديد او هبعتها بامر جديد، ازاي؟ هقول له تكست مسافه في. تمام، يبقى يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست مسافه في، عشان بعد ما يرسل القيمه مباشره بعدها يحط مسافه ويحط في. المايكرو كنترولر الثاني هيبتدي يستقبل الداتا، ايه اللي هيعرفه؟ ان كميه الداتا اللي جايه خلاص خلصت، او انا انهيت عمليه الارسال، او انا ارسلت لك القيمه اقراها خلاص، لازم احط له حاجه في النهايه تعرفه. فانا بقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست، بكتب له كلمه كده اسمها اوكي زي ما انا كاتبها هنا، او كابيتال كي كابيتال اوكي، زي ما انت هتكتبها هنا لازم تتكتب في الكود الثاني. لو كتبت كلمه يس لازم تكتب هناك يس، اي كلمه هتكتبها هنا لازم تتكتب في الكود الثاني، والكابيتال يبقى كابيتال والسمول يبقى سمول، خلي بالك من النقطه دي. طبعا انا عامل ديلي عشان يرسل القيمه كل نص ثانيه وما يبقاش في سرعه في ارسال الداتا وما يعملش فلاش على ال سي دي، يبقى في ستابيليتي شويه. باختصار ده كان الكود بتاع السنت اللي هو الخاص بالمايكرو كنترولر ده. هروح للكود الخاص بالريسيف اللي هو المايكرو كنترولر الثاني، ان هو مجرد يستقبل الداتا ويعرضها على ال سي دي، ده الكود الخاص بالريسيف. طبعا انا ظبطت هنا البنات الخاصه بالال سي دي، انا هستقبل تكست، فتكست ده هيبقى مين؟ الري. فانا بستخدم ريسيفد متغير من نوع كاركتر انا عشان هستقبل تكست، قلت 15 يعني في 15 بايت. انت هتوصل ال سي دي بالمايكرو كنترولر الثاني اللي هو الخاص بالريسيف، يبقى اول حاجه اعمل انيشاليزيشن بالال سي دي، عملت كلير في الاول وعملت كورسر اوف ورحت في السطر الاول بدايه العمود الخامس، طبعت كلمه ويلك واستنيت كام؟ 1 ثانيه. بعد 1 ثانيه مسحت الشاشه، تعال نشوف كده، رن ثاني، كلمه ويلك ما هي في النص، بعد 1 ثانيه بكلمه فولتج ثابته في السطر الاول هتبقى ثابته، مين اللي هيتغير؟ القيمه فقط. فانا رحت في السطر الاول في العمود الخامس مكان كلمه ويلكم القديمه اللي اتمسحت، رحت عملت ايه؟ كتبت فولتج عندي. انت هتستقبل القيمه عن طريق اليو ارت، ما تنساش تعمله انيشاليزيشن، وكتبت 9600 زي ما كتبتها في الكود الثاني. هروح اعمل ايه؟ في داله فور عندي عند السلوب هبتدي اقرا الداتا، وعشان اقرا الداتا اللي جايه ما انساش اعمل تشيك هل في داتا ولا لا بالامر ده، شرحناه مرارا وتكرارا قبل كده. الامر اللي يخليني استقبل اكتر من كاركتر او استقبل
array او جمله uart1 underscore read underscore text، وبكتب هنا المتغير اللي هستقبل فيه الداتا اللي هو مين received فوق كوما بين double quotation الكلمه اللي انا طبعتها في الاخر او اللي تم ارسالها في الاخر. يعني هو هيبتدي يقرا، هيقرا لغايه فين؟ لغايه ما يشوف كلمه اوكي وصلت له. اول ما توصل كلمه اوكي خلاص يقف قراءه، يبقى كده هو الداتا كلها وصلت له وهو كده قرا. المتغير ده هتستقبل فيه قد ايه؟ انا هستقبل فيه 15 بايت، يبقى عدد اللي هستقبله كام؟ 15 بايت. فبالتالي المايكرو كنترولر الثاني اللي هيقرا هيفضل يقرا لغايه ما توصل له كلمه اوكي او لغايه ما يوصل ل 15 بايت. يبقى تاني المتغير الريسيف ده هستقبل فيه الداتا، الداتا اللي جايه هيقعد يقراها لغايه امتى؟ لغايه حالتين، يا اما اول ما يشوف كلمه اوكي يقف خلاص يبقى كده الداتا تقبلها هو، او لغايه ما يوصل عدد البايتس اللي تم قراءتها 15 بايت، وقتها يقف على طول ويبتدي ينفذ اللي انت عايزه. انا هطبع القيمه في الصف تاني العمود الاول من بدايه السطر، تمام؟ من بدايه السطر التاني، وهطبع فيه الكلمه ريسيفد مباشره. طب ريسيفد هنا ليه ما عملتهاش كتكست؟ ليه ما عملتهاش حولتهاش لتكست ليه؟ الفكره كلها ان هو اصلا جاي تكست بستقبل عن طريق اليو ار، فما فيش اختلاف هنا، هو اوريدي بيبقى تكست. طبعا عشان ما يبقاش في قيمه من قبل كده واروح اطبع عليه قيمه ثانيه على الشاشه او اظهر قيمه ثانيه على الشاشه ويعمل عندي تداخل في القيم، انا مباشره بمسح القيمه قبل كده. فاروح الصف الثاني من بدايه العمود الاول اروح اعمل 16 مسافه كده هنا بحيث يمسح لي السطر الثاني كله اللي بعرض فيه القيمه زي ما انتم شايفين كده. السطر الثاني ده هيستقبل فيه ريسيفد، الريسيفد ده هيجي فيه القيمه دي وهيجي فيه المسافه في، واوكي مش هتظهر. مش هتظهر ليه؟ لان هو هيبتدي يستقبل لغايه ما يشوف كلمه اوكي، اول ما يشوف كلمه اوكي في النص بيحذفها ويطلع الباقي. فريسيفد هو الباقي من الجمله اللي تم ارسالها ما عدا اوكي. ده كان الكود الاول الخاص بالمقاومه المتغير. هروح نشوف الكود الثاني الخاص بال LM35. ده الكود الثاني الخاص بال LM35 حساس درجات الحراره، نفس النظام انا موصله على A0 ما فيش اختلاف، موصله على A0 ومعايا هنا ال LCD متوصله على مايكرو كنترولر ثاني، وتم الربط بين الاثنين باستخدام اليو ارت. نعمل ران ويلكم افتتاحي في الاول، مكتوب current temperature is، بعد كده القيمه مسافه سي. لو لاحظتوا تقريبا مفيش اختلاف، الفكره واحده. يبقى كتبت جمله افتتاحيه في الاول ويلكم، اختفت ظهرت الجمله دي، وبعد كده القيمه مسافه سي. تعال في الاول نشوف الكود الخاص بالريسيفر هنا. الكود عندي اللي هو المايكرو كنترولر الثاني اللي متوصل بال LCD، نفس الفكره، عملت initialization ان انا وصلت او عرفت البنات اللي متوصل بيها ال LCD، وما انساش نفس المتغير برده من نوع كار، برده لازم يبقى كار يعني تكست. نفس النظام هنا، ادي الجمله الافتتاحيه اللي هي ويلكم، بعد 1 ثانية الاختلاف الوحيد ان هيظهر كلمة ايه؟ current temperature is، تبقى ثابتة على طول مش همسحها. ومنساش الـ UART initialization 9600 مفيش اختلاف اهو، ونفس الكود مفيش اي اختلاف. هبتدي اعمل تشيك على الداتا اللي موجودة في الباص، هبتدي اقرا باستخدام الامر تكست، هحط في المتغير اسمه ريسيف لغاية ما اوكي توصلني، خلي بالك اوكي كلها كابيتال، هستقبل 15 بايت وهبتدي امسح السطر الثاني وهبتدي اعرض القيمه على السطر الثاني، مفيش اي اختلاف غير الجمله دي. بدل الفولتج هناك كتبت ايه؟ current temperature is، ده الكود الخاص بالريسيفر مش هيتغير خالص. اما الكود الخاص بالمايكرو كنترولر اللي بيعمل عمليه سنت اللي متوصل عليه ال LM35، قبل ما نشرح الكود تعال نبص بصه كده على السنسور. ال LM35 عندي بيبقى 3 اطراف، طبعا انت هتسيب الشطفه كده في وشك هنا بتبقى شطفه، هتسيب الجراوند ده الطرف الثالث. الطرف الاول هو بيبقى الانبوت بيتوصل من 3.5 ل 5 فولت، الطرف اللي في النص هو الاوت وده توصيله على البروتس عندي، وبيبقى الخارج بتاعه من 0 ل 1.5 فولت. نفس الفكره، القيمه الديجيتال هيتم قراءها من السنسور ده هتبقى من 0 ل 23، القيمه الانالوج هتبقى من 0 ل 5. خلي بالك بشتغل على 0 ل 5 ما دام رينج السنسور داخل 0 ل 5، بمعنى ان الخارج هنا من 0 ل 1.5 بتاع السنسور. طب انت هتشتغل على رينج من 0 ل 5، يبقى قيمه السنسور او الخارج بتاع السنسور لازم تبقى داخل الرينج ده اللي هو من 0 ل 5. يبقى كده انا شغال صح، وهعمل طرفين في وسطين اطلع قيمه الفولت، يبقى انا حصلت على الفولت. بعد شويه او في السلايد اللي بعد كده هنشوف معادله ازاي اطلع منها درجه الحراره. نفس الفكره، طول ما انت استخدمت 0 يبقى استخدم الزيرو بتاع المايكرو كنترولر، طول ما استخدمت 5 يبقى استخدم في دي دي بتاعه المايكرو كنترولر، وعندي الفي ريفرنس سالب والفي ريفرنس موجب، هيتم تحقيقها من الجدول ومفيش اي اختلاف عندي، هو نفس الجدول زي ما انتم شايفين كده بنفس الاحتمالات اللي عندي اللي هم الخمس احتمالات، ان الفي ريفرنس موجب يبقى في دي دي، في ريفرنس سالب يبقى في اس اس، وتختار بنات الانالوج عندك بناء على المشروع بتاعك. من الداتا شيت عندي بيقول لي ان السنسور ده معادلته او السنسيتيفيتي بتاعته 10 ملي فولت لكل درجه سيليسيوس، والكلام ده شرحناه في فيديوهات قبل كده. التغذيه بتاعته بتبقى من 4 ل 30 فولت. تعال نشوف المعادله دي اللي هي بتقول ايه؟ 10 ملي فولت لكل درجه سيليسيوس، يبقى اقول 10 ملي فولت لكل درجه سيليسيوس. ملي فولت ده ايه؟ معناه فولت، سي ده معناها تمبريتشر، سي انا هحول الملي فولت لفولت، يبقى اضرب 10 اس سالب 3 تبقى 1 من 100 فولت على سي. هعمل ايه دلوقتي؟ وبالتالي درجه الحراره عندي السيليسيوس هتبقى عباره عن الفولت اللي حصلت عليه من المعادله اللي فاتت اضربها في 100. ده كان السنسور ده باختصار، واحنا شرحناه بالتفصيل في فيديوهات سابقه. لو رحنا
الكود الخاص بالسنت اللي هو المايكرو كنترولر المتوصل مع السنسور اللي هو ده هنا. اول حاجه انا عرفت متغير نفس المتغير ADC underscore value نوع unsigned int زي ما قلنا. عرفنا متغيرين من نوع float، متغير هيقرا الفولت، متغير هيقرا درجه الحراره. طبعا يهمني ان انا هبعت درجه الحراره بس من السنسور، فقلت متغير جديد temp c underscore text طبعا هو عباره عن array 15 بايت ونوع كاركتر عشان انا هبعت تكست. نفس النظام عملت initialization لل ADC عندي، عرفت ال A0 ك input وعرفت ال AD كون 1 ب 0 عشان يبقى كله ايه، يبقى كله analog والreference عندي 0.5 بتاعت المايكرو كنترولر نفسه. هستخدم ال UART، عملت initialization 9600 بنفس البود ريت اللي هناك. انا هقرا من A0 هنا واحطها في متغير ADC underscore value نفس الموضوع، هاخد ال ADC value اضربها ب 5 على 1023 بنفس المعادله، وما انساش دوت 0 هنا، واحطها في المتغير اللي اسمه فولت. طبعا قلنا ان هو ايه float. الفولت ده لو خدت ضربته في 100، ضربته في 100 مباشره هيطلع لي درجه الحراره مين بالسيليزيوس. هحطها في متغير اسمه تيم سي، طبعا تيم سي ده فلوت. انا يهمني ان درجه الحراره دي اتبعت كتكست عشان يقراها هناك، فقلت فلوت تو سترينج لان النوع ده برضه فلوت. المتغير القديم اللي اسمه تيم سي، تيم سي اندرسكور تكست دي الاري اللي هحفظ فيها التكست الخاص بدرجه الحراره، وهتم ارسال درجه الحراره تكست بتاعها. قلت مسافه سي هنا وهبعت كلمه اوكي زي ما انا كنت كاتبها هناك الاو والكي كابيتال، وعملت ديلي 500 ملي او نص ثانيه عشان الاستابيليتي. لو لاحظنا مفيش اختلاف خالص في الكود، الفرق بس ان انا ضفت معادله السنسور هنا اللي هي الفولت في 100 وبعت درجه الحراره بدل الفولت. لو عملنا ستوب ورن تاني هنلقى ويلكم في الاول اهي 1 ثانيه، كرنت تمبريتشر از، بعد كده درجه الحراره مسافه سي. لو زودنا درجه الحراره من هنا كده انا بنقصها، كده هي 76 فعلا 76 هنا. لو زودتها كده 97 وتقريبا 2 من 10، وهنا 97 لو انتوا لاحظتوا. قلنا نفس النظام بيتم ارسال الداتا باستخدام بروتوكول يو ار، وهنا ببعت الداتا من المايكرو كنترولر الاول للمايكرو كنترولر الثاني، يبقى تي اكس هوصلها بار اكس. ممكن الخط الاحمر ده هشيله لان انا مش بعمل عمليه عكسيه، مش برسل من الثاني للاول. ده كان الجزء الاول من ال ام 35. لو رحنا ثاني برضو لل ال ام 35 وانا عايز ادور الدقه، يعني دقه قراءه المايكرو كنترولر لدرجه الحراره عايز ازودها، اعمل ايه؟ اول حاجه ابص على رينج السنسور عندي. رينج السنسور من 0 ل 1.5 فولت ده الماكسيمم بتاعه، ان هو بيقرا درجه حراره اخر قراءته لدرجه الحراره هي 150 درجه سيليزيوس. 150 درجه سيليزيوس هتكفي 1.5 فولت عنده، فده الماكسيمم. فبالتالي القيمه الديجيتال برضه هتبقى من 0 ل 1023. بس بدل ما نستخدم السكيل بتاع الانالوج عندي من 0 ل 5، اللي هستخدم السكيل نفس السكيل بتاع مين السنسور اللي هو من 0 ل 1.5. كده انا بزود السنسيتيفيتي بتاعه القراءه. فبالتالي انا عندي هنا دي القيمه الديجيتال وده القيمه فولت بالانالوج، انالوج يعني اضرب الطرفين في وسطين واطبق المعادله دي. هناك كنت بكتب هنا 5 والمعادله كان فيها 5، بقيت المعادله فيها 1.5 اللي هي الماكسيمم بتاع السنسور، واحطها في متغير اسمه فولت، واروح للفولت ده اضربه في 100 يطلع لي درجه الحراره. بس في نقطه مهمه هنا، الزيرو ده هو نفس الزيرو بتاع المايكرو كنترولر اللي هو في ريفرنس سالب، احطه بالفي اس اس بتاع المايكرو. اما ال 1.5 دي مش بتاعت المايكرو كنترولر، يعني المايكرو كنترولر بيشتغل بخمسه، اما ال 1.5 دي هجيبها من فين؟ ففي بن ثانيه اسمها اي 3 بحط عليها الفي ريفرنس موجب، احط 1.5 فيبتدي المايكرو كنترولر بيتعامل معاها كانها هي الفي ريفرنس موجب عن بدل ال 5 فولت. وعشان اعمل كده محتاج اظبطها في الريجستر، وقلنا الريجستر المسؤول عن التظبيط اسمه ايه؟ ادكون 1. هكتب ايه في ادكون 1؟ اول حاجه الفي ريفرنس سالب هتبقى هي الزيرو بتاعت المين مايكرو كنترولر اللي هو في اس اس عندي. الاربع احتمالات اللي قدامي هي في اس اس، في ريفرنس سالب، اما الفي ريفرنس موجب اللي هي بتبقى اي 3. اي 3 اللي هي الفولت اللي بيبقى متوصل على اي 3، وصلت على اي 3 5 فولت هيبقى 5، لو وصلت على اي 3 1 فولت هيبقى 1 فولت. انا هختار بين الاختيارات دي بناء على ايه؟ بناء على انت عايز كام بن انالوج. خلي بالك اي 3 طول ما حطيتها عليها في ريفرنس موجب ما ينفعش يتم استخدامها كانالوج انبوت، خلاص هي اتحجزت للفي ريفرنس موجب، تلاقيها هنا في كل الاختيارات محجوزه فين؟ في الفي ريفرنس موجب. بيتم الاختيار بعد كده بناء على انت عايز كام انالوج بن وكام ديجيتال بن، تمام؟ لو رحنا للبروتس هنعمل ستوب. اول حاجه اي 0 دي هقرا منها السنسور، اروح لاي 3، اروح عندي الاي 3 مكتوب في ريفرنس موجب عندي، بوصلها في فولت خارجي كده. الفولت الخارجي ده هكتب هنا جوه 1.5 بي هو الفي ريفرنس موجب عندي. هيبقى هنا في الكود الثاني الاختلاف بس في المايكرو كنترولر الخاص بعمليه السنت فقط، لا غير، الثاني ما ملوش علاقه، هو مجرد بيستقبل القيمه. هنروح للكود، الكود نفس المتغيرات ما فيش اي اختلاف. عرفت اي 0 كانبوت، ما انساش عملت انيشاليزيشن فوق للاي دي سي. هروح لادكون 1، مش هخليها ب 0 بقى، هخليها بكام؟ هخليها ب 1010 ناحيه اليمين، 1010 يعني انا شغلت اي 0 واي 1 انالوج والباقي ديجيتال، والفي ريفرنس موجب على اي 3 زي ما احنا عملنا في البروتوس، بي اي 0 اي 1 انالوج والباقيين ديجيتال. يبقى اروح انا اظبط في البرنامج عندي، هقول له ادكون 1 4 زيروز ناحيه الشمال ولا 4 بتس ناحيه اليمين، اكتبهم من الجدول زي
ما انا كتبت كده، كتبت 0101 اللي هو القيمه مين، اللي هي القيمه اللي اخترناها هنا. ما انساش عملت انيشاليزيشن نفس البودريت اللي هناك، ما فيش اي اختلاف. هقرا من اي 0 واحطه في متغير اي دي سي. هنا معادله الاي دي سي مش هضربها في 5، هضربها في كام؟ في 1.5 زي ما قلنا، لان ده الفي ريفرنس موجب عندي. هقسم على 1023 نفس المعادلات، اخد القيمه دي اضربها في 100 يطلع لي درجه الحراره، وابعت الداتا للمايكرو كنترولر الثاني عشان يستقبلها وعرضها على ال سي دي. نعمل بلت بالوضع ده. زي ما قلنا الكود الخاص بالريسيف ما فيهوش اي اختلاف، لان انا مجرد هناك بقرا القيمه دي بس مش اكتر، لكن حساب القيمه نفسها بيتم هنا. عملنا ران كلمه ويلكم اهي، كرنت بريتشر از، هنلاقي ايه؟ اداني دقه احسن في درجه الحراره، السنسيتيفيتي بتاعته عاليه شويه، بيديني القراءه دق. طبعا الاختلاف هيبقى طفيف جدا كده، دي 100 مديني 100 هنا. وبكده كود النهارده يبقى انتهى. ان شاء الله في الفيديو القادم او انا عايزكم تفكروا فيها وتقولوا لنا في التعليقات هتعملوها ازاي، هيبقى عندي 2 سنسور، سنسور مثلا مقاومه متغيره هيبقى على اي 0، وعندي كمان ال ام هيبقى مثلا على اي 1 او العكس ايا كان التوصيف. يعني عندي 2 سنسور على المايكرو كنترولر اللي خاص بعمليه الارسال، وهيتم ارسالها للمايكرو كنترولر الثاني وهيعمل لها استقبال وعرضها على ال سي دي. هل ينفع ارسل 2 او قيمتين لاتنين سنسور او اكتر من اتنين في نفس التوقيت وعرضهم؟ هسيبلكم لكم الموضوع ده تفكروا فيه، وان شاء الله هيتم شرحه في فيديوهات قادمه. لو عندكم اي استفسارات وتعليقات سيبوها لنا اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا اللايك مهم قوي عشان تنشر الفيديو وتخلي اي حد ممكن يوصله بسهوله. وشكرا جزيلا.